بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الشاب، هذه كلمات صادرة من القلب، كلمات بالحب مفعمة وبالصراحة مجللة، يوجهها إليك فضيلة الشيخ سعد بن عبد الله البريك. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استخربانا. أما بعد، أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مراراً وتكراراً وأولاً وآخراً، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن استعمله الله في طاعته. أسأل الله جل وعلا ألا يجعلنا وإياكم وقوداً لجهنم أو حطباً لنارها. أسأل الله جل وعلا أن يجعل لكل واحد منكم في هذا المسجد من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلوى عافية، ومن كل فاحشة أمنا، ومن كل فتنة عصمة. شباب الإسلام، شباب الأمة، والله إن آمالنا من قطعت في واحد من الشباب أيا كان وضعه وأيا كانت حاله، وبالذات أنتم، لأنكم شباب فطرة، ولأنكم شباب عقيدة، ولأنكم شباب أمة كانت خير أمة ولا تزال أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أيها الأحبة، أريد أن نبعد عن الرسميات كثيرا. اعتبروا أن الأساتذة والمشرفين والإداريين غير موجودين، وأن لا يوجد في هذا المكان إلا أنا وأنتم، ولنتحدث بصراحة تامة، وليكن الحديث بيني وبينكم من القلب إلى القلب. لا تجعلوها محاضرة رسمية تملأها العبارات الرنانة والفصاحة زادت أو قلت، لا، أريد أن تجعلوه لقاءً أخوياً، مثل ما قال أحد الدعاة جزاه الله خير. كان مرة رايح المعهد الملكي ودخل على مجموعة من الشباب ينصحهم، فقال: يا شباب، القلوب مكربنة. كان في واحد من الشباب جالس قايل كذا، قال: مسه على خط يا شيخ. فأنا أريد، تعرفون إذا كربن الموتر تمسه على خطه ويصفى بإذن الله. فالشباب من عاداتهم الصراحة، ومن عاداتهم الصدق، ومن عاداتهم حب البعد عن التكلف والرسميات. ولذلك أريد، وألا ننشغل، أريد أيها الأحبة أن نكون صرحاء صادقين فيما بيني وبينكم. أولا، هذه المحاضرة كم تمنيت أن أأتي لألقاكم وأتشرف بالجلوس معكم. وثانيا، فإن أحد الأساتذة، وهذه المحاضرة من عجائب الرؤى والأحلام، أخبرني قريب لي وهو يدرس معكم، قال: إن الأستاذ فلان رآك في المنام وقال: يا أخي، قلنا لك تعال عطنا محاضرة، وقلنا لك تعال مش معنا، وقلنا لك تعال عطنا درس. فلما أخبرني قريبي بهذا الكلام، قلت له: قد جعل رؤياك حقا، قد جعلت رؤياك حق، وهذا تأويلها بإذن الله جل وعلا. مع أن بعض الناس لا يقبل كلامه في الحلم والعلم سويا. الحاصل، نريد أن نبدأها بكل صراحة وصدق. إخواني، القاعدة الأولى: ألا نيأس من أي شاب، وحينما أقول أي شاب فأعني أي واحد منكم، أو ألا نظن أننا يمكن أن نستفيد من هذا ولا نستفيد من هذا، أو هذا إنسان ما في فائدة، أو شخص على هامش الحياة، أو شخص على أو تصائد على ما قالوا على هامش الحياة، وهذا شخص نافع. لا، الجميع فيه نفع وفيه خير، وكل شاب ترونه عنده مواهب وعنده طاقات، ولكن إذا جلس في بيئة ومع صحبة ومع إخوان يسخرون مواهبه وطاقاته لله ولأجل الله ولدين الله، كان داعية من الدعاة. وإن سخروا مواهبه لأمر آخر، كان منتجاً علماً بارزاً في هذا الجانب الآخر. وأضرب لكم أمثلة: حينما أجلس مع بعض الشباب مثلاً، وهم ممن ما شاء الله يعني تجد عندهم يعني عناية بالحمام والطيور، ويعرفون أنواع الحمام
يقول لك هذا كويتي ما شاء الله يمسك المنقار ويفره شوي كذا ويطالع في عيونه ومن يقلب الريش هكذا ويقول هذا كويتي ممتاز، ولا ياخذ لك طير ثاني يقول بتشذا يرجع الثانية يهوز ويقلب، قال هذا يقلب في الصندقة مرتين وفي الخيط ثلاث، وإذا تقعد تحومه ابشر بواحد ينفعك بإذن الله، والطبة والطبتين تجيب لك رزق لما يجي يبيعك الحمام تجده فعلا. طيب أنا أسألكم، هالشاب هذا اللي ما شاء الله أصبح مثقف وفاهم وواعي في أمور الحمام، هذه أمور ربما بعض علماء الأحياء يحتاج زمن حتى يدرسها، فهذا الشاب عرفها وفقهها، ويقول لك لاحظ إذا بغيت تطير ما الطير هذا أو الحمامة ما تروح عنك، أنصحك نصيحة، حط له في الموية السكر ما عاد يتعدى الصندقة أبد، إذا حطيت في الماء سكر ما عاد يتعدى الصندقة أبد، لو تبيعه يرجع لك، وبذلك تجد بعض اللي يبيعوا الحمام ما شاء الله تجار ولا عندها الأربع حمام، يبيعها وترجع ويبيعها وترجع وأهل مجرة. الحاصل يعني هذا الشاب من أين أخذ هذه المعلومات عن الحمام؟ وهذا بلجيكي وهذا بصراوي وهذا تحومه بعسيب وهذا يبي له علم وهذا ترجم سطح الجيران عشان تجيبه وهل مجرة، من أين أتت واجتمعت هذه المعلومات لهذا الشاب؟ من أين جاءت؟ هذا أمه والدته في صندقة علشان يطلع ما شاء الله فقيه من فقهاء الحمام والطيور؟ لا، مولود في مستشفى الولادة. طيب وشلون صار فقيه من فقهاء الحمام؟ جلس مع مجموعة شباب وأصبح يراقب تصرفاتهم، يمسكون كيف يمسكون المنقار، كيف يطالعون العين، كيف يفر الريش، كيف يطالع، كيف يصف الجناح، وهلم جرى. فالإنسان بالاختلاط والمخالطة والمجالسة يكسب معلومات من الآخرين، وهذا أمر طبيعي. الحين العلماء تجد عالم عميان كفيف، هذا يستطيع يكتب؟ لا. يستطيع يقرأ؟ لا. ومع ذلك تجد عالم من كبار العلماء. من أين جاء العلم؟ بالجلوس والاستماع، بالجلوس والاستماع. فهذا الشاب جلس واستمع لمجموعة من الشباب اللي هم ما شاء الله يعتبرون من فقهاء الحمام والأرانب والبط والدجاج، ولذلك تلقى عندهم معلومات جيدة. وأنت قلبكم أيضا إلى مجموعة من الشباب ما شاء الله، أنت مثلاً قاعد ماسك يده تمشي أنت وياه، ثم من فترة يلتفت عنك ويطالع يقول لك هذا سوبر مسحب 91 مشحم مجنط، والله أكبر، وين جت هالمعلومات منه؟ صحيح يعني هل أمه والدته في ورشة ولا مولود في التشليح؟ لا. إذن كيف عرف إن هذا مسحب ولا ذا مرفع كعكات ولا هذا مقدم الصدامات شوي ولا حاط كيسين رمل وراء؟ يعرف إذا كان حاط رمل واضح، إذا كان حاط جالونين واضح، إذا كان حاط فليورات قاعد ما شاء الله يلعب زي مرة كنت بالسيارة أمشي، ولا والله شاب مع السيارة قاعد يرقص وياها، ها؟ ما شاء الله لا إله إلا الله، كيف استطاع يفعل هذا؟ ويعرف إن هذا فليورات وهذا سست وهذا ياي وهلم جرة، ويعرف أشياء عجيبة جدا جدا في السيارات، من أين عرفها؟ من خلال مجموعة شباب أصدقائه جلساءه كان كل اهتماماتهم السيارات والتشحيم والتجنيط وهلم جرى. وتجد لك شاب آخر ما شاء الله من يوم يمسك الجريدة وهو ها يطالع فيها، طبعا الصفحة 10 أو 11 لا يهمك، هالحكم خول هذا ما في خير، والدليل على ذلك انه ما حسب لهم الفاول، وأكبر دليل على ذلك اللاعب رايح تسلل وصاد عنه انه ما شافه وهلم جرى، وتلقاه يعرف، وبعدين هذا ما سنتر في 18 وإذا ما تعدى والله يعني معلومات، ورقم 5 اللاعب فلان والظهير والخانة الحرة والظهير الأيمن والدفاع والحارس، يعني معلومات رهيبة جدا، ومتى الدوري ومتى الاعتزال ومتى الحفل ومتى دوري الأربعة ودوري الثمانية قبله ومباراة الكاس متى وش تتوقع وكيف كانت خطة الفريق وهد اللعب شوي. الله أكبر، تجد هذا يعني يعطيك تحليل للمباراة، مثل ما يجي شوارز كوف يحلل المعركة حقت الخليج، ها تجد هذا الشاب يقف في درجة أولى ويحلل لك اللعب، بدأ اللعب كذا انتهى كذا، هدأ في المنطقة الفلانية، قوي في المنطقة الفلانية، الفريق الفلاني مهدف بشدة من هالجهة هذه على، وتجد عنده تحليل ومعلومات رهيبة جدا. طيب هذا أمه والدته في الملعب؟ لا، وإنما خالط شبابا كان جل اهتمامهم الرياضة،
ومن ثم أصبحت معلوماته وثقافته رياضية وهلم جرة. تعال بعض الشباب ويعني ظني وثقتي بالله ثم بكم أن ليس فيكم واحدا منهم. بعض الشباب تلقاه مساكين عينات الصفر وحالته حالة وقبله مسجم مسبه، وإلا فتشت مخبال لقيته صفر ولا حبوب حمر، يقول لك هذا سيكونال، هذه ملف شقرة، هذه تقضيم، وإنسان ما لقيت شيء شكوى على الله شفط باتكس. إذا ما لقيت أحد يبيعك شكوى على الله. إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها. ما لقينا أحد، ما لقينا أحد يروج اليوم، ما إلا باتكس وهلم جرى. طيب هذا الشاب من أين عرف أنواع؟ هو ما أخذ دورة في كلية الصيدلة؟ ها؟ ولا درس في الطب والعلوم الطبية المساعدة؟ لا، لكن اختلط مجموعة شباب، وش رايك تجرب ذي فلان؟ وش رايك تحط معها شوية شاهي؟ وش رايك تفوحها في البريد؟ وهلم جرة مثل مجموعة شباب من حقين المخدرات، أسأل الله لهم الهداية، زاروا واحد ويوم راح قام حطها في البريد مجموعة، ويجي أبيهم سكينة قهوة من هالبريد ويشرب وجايز له. يوم قام قال فلانة أعطينا الفاروة عدل الدرج. هذه والله مصيبة المصائب. من أين هذا الشاب؟ هذا الشاب يا أخوان من أين عرف الحبوب والكبتاجون والسيكونال والحبوب الحمراء والصفراء والبيضة والشم والحقن والشغلات هذه؟ من أين عرفها؟ هذا ما عنده شهادة في الطب ولا في الصيدلة، لكن عرفها من خلال جلساء سوء. رويدا رويدا بدأوا يعطونها السيجارة، ثم حبة، ثم مع الشاهي، ثم حقنة، ثم أصبح مدمنا، ثم أصبح مروجا وهلم جرى. إذن القاعدة الأولى التي نخرج بها أن الإنسان يحدد نفسه في الوسط الذي يعيش فيه. يعني أنت اختر، تريد تصير عربجي اقعد لك مع شلة عرابجة، تريد تصير عالم اقعد مع علماء، تريد تكون راعي طيور ودجاج وحمام اجلس في مزيبرة، تريد أن تكون كذا وهلم جرة، يعني اجلس في المكان يحدد نوعيتك وشكلك. وهذا أمر واضح يا أخوان، والإنسان شديد 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 التأثر والملاحظة. الحين البهيمة تتأثر مع أنها ليست بمستوى التركيز في التقليد والملاحظة والتأثر، ومع ذلك تجد البهيمة لو تجيب لك مثلا صقر مع دجاج تجد هذا الصقر أصبح يأخذ طبيعة الدجاج، ويقال إن ملك من الملوك أهدي له صقر رائع جدا جدا، أم شيهان ولا حر ولا وكري، المهم إنه أهدي له صقر ممتاز. فأنا استدعى الوزير، كان عنده وزير، وزير هذا عنده ذكاء وفطنة وفراسة، قال تعال يا الوزير وش رايك في هالصقر اللي أعطانا هدية هذا اللي أهدي إلينا؟ قال والله أيها الملك هذا صقر ممتاز جدا جدا، لكنه تربى مع دجاج. فعجب الملك وسكت. بعد أيام أهدي إلى الملك حصان، فنادى الوزير قال تعال شوف هالحصان جاي من الأسطبل منظف من أحسن ما يكون، إيش رأيك في هالحصان؟ قال هذا حصان ممتاز لكنه متربي مع بقر. والله الملك سكت، والقصة طويلة. يوم من الأيام الملك لقط هالوزير بجرانه وقال تعال صقر أرابي مع دجاج، إحصان أرابي مع بقر، منين جبت لي هالمعلومات هذه؟ وش يدريك؟ قال والله أيها الملك أما الصقور فالعادة جرت أنها أين تقع؟ على قمم الجبال، ولذلك الصقر ما يخلى يمشي على الأرض، يحط له نعم من أجل أن يعني يقف عليه ويجلس عليه، ما يحط على الأرض أبد. لكن يقول شفت هالصقر يوم حطيناه قعد جنب الدجاج وصف زيه، وقام نزل راسه في وسط صدره. ها؟ قال هذه ليست من طباع الصقور، فدل على أن هذا الصقر تربى مع دجاج فأخذ صفاتها. الشيء الثاني، من يوم جه الصقر وهو ينقر حب، من اللي ينقر في الأرض؟ هذه من صفات الدجاج. أما الصقور فالعادة جرت أنها تنقض على الفريسة، أحبارة ولا حمامة ولا شيء تنقض عليها وتجيبها. فمن أين تأثر هذا الصقر؟ إلا بالمخالطة. يعني بهيمة لما خالطت بهيمة تأثرت بها من حيث لا تشعر. كذلك الحصان عرفت أنه تربى مع بقر، قال لأن الخيل دائما
يعني لها وقفة معينة، ومن ثم إذا جاءت تتنظف تجد الحصان ينظف جسمه بمقدم أسنانه، يلتفت وتجده يحك الموقع الذي يريده من جسمه بمقدم أسنانه، أو مثلا يقف عند الجدار وربما يعني يحك منطقة ما تصل إليها أسنانه، لكن يقول هذا الحصان ذا من يوم جيته زي البقرة يلحس رايح جاي، هذا لو تقاطع دهان بويات ما شاء الله يحسن ذلك. فالحاصل يا شباب، البهائم تتأثر بمن تخالط. أتظنون أنني وأنتم لو نخالط أناسا ما نتأثر بهم؟ والله سوف نتأثر بهم. ولذلك القاعدة الأولى: إذا شئت أن تجعل نفسك من فصيلة فخالط أربابها وأصنافها. تريد أن تكون من فصيلة العلماء، خالط العلماء، من فصيلة الدعاة، خالط الدعاة، من فصيلة الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، خالطهم، من فصيلة أهل الحراج والسيارات، خالطهم، وهلم جرا. الإنسان يحدد نفسه وموقعه من أي شيء. الأمر الثاني، ولو خرجنا عن هذه النقطة بعيدا، أسألكم وأنتم تجيبون، حاول وأنت الحكم كما في عنوان المحاضرة. واحد أتوا به إلى اختبار عقلي يسألونه، قالوا له: لماذا خلق الله الآذان الاثنين هذه؟ فأخذ يفكر، قال: علشان نعلق عليها النظارات. والله أمر عجيب. قالوا: طيب الأسلاك الكهربائية لماذا تمد هكذا طولا هوائيا؟ فأخذ يفكر، قال: نعم، من أجل توقع عليها العصافير الصبح. هذا مجنون لعاقل، مجنون، لأنه لا يعرف الحكمة التي من أجلها خلق أو وجد أو صنع هذا الشيء. لو أتينا لإنسان وقلنا له اشرب، قال: بسم الله، وصب الماء في عينه، ايش تفعل؟ قال: والله قاعد أشرب. وش هالثم الجديد اللي طلع لك فوق ذا؟ فهذا أكيد يكون من المجانين. طيب لو تجد آخر يريد أن يأكل شيئا وأخذ يدحي خشمه يتصعد، يقول هذا والله أيضا مجنون من المجانين. ليش؟ لأنه يستعمل العين في غير ما خلقت له، العين للنظر ويستعملها للشرب، هذا مجنون. يستخدم الجارحة أو الحاسة، يستخدمها في غير ما خلقت له. الأنف للشم، يستخدمه للأكل، مجنون. أحد عطاه وراق ولا عطاه معاملة، قال: خلاص إزالها وصلها المدير بسم الله، وحطها في ذمة. من يظن أن الفم أصبح جيبا؟ لا يمكن. يعني الذي يستخدم الشيء لغير ما خلق له مجنون. توافقني على هذا ولا لا؟ طيب، هذا البدن ابتداء من الرأس وانتهاء بالأقدام خلق لماذا؟ خلق لعبادة الله. فالذي يجعل بدنه لغير العبادة مجنون ولا لا؟ إذن هو من المجانين، مع أن بعض المجانين يطلع معهم فلتات زينة أحيانا. بعض المجانين يطلع معهم فلتات زينة. يذكرون أن رجل جاي كذا مسوي له لفة مسرع، وانقطم العكس، انكسر والكفر طاح والصواميل تناثرت، جاء وفك الاستبنة يبي يركب على الأقل بس يوصله، يبي يركب الاستبنة لكن ما عنده الصواميل كلها طاحت متكسرة، وليه واقف عند مبنى ويطل عليه واحد، المبنى هذا دار مستشفى المجانين، وقاعد هالمجنون يطل عليه طالع كذا، قال له: أنت ليش كذا واقف حاير؟ يقول المجنون راعي السيارة: ليش واقف كذا محتار؟ قال: والله يا أخي لفيت وطاح الكفر وانقطمت الصواميل وش أصلح؟ قال: معك استبنة؟ قال: إيه بس ما في صواميل. قال المجنون: يا أخي فك من كل كفر صامولة وركب الكفر. قال: والله إنك ممتاز، منين جبت هالمعلومات؟ قال: هذه دار مجانين بس مي بمحل أغبياء، هذه دار مجانين بس ما هو بمكان أغبياء. فالحاصل إنه حتى بعض المجانين يحصل منهم فلتات عقل، لكن المشكلة من شبابنا الذين الواحد منهم يعني إذا كان أنا وأنت نحكم ونجزم بأن الذي يستخدم العين لغير ما خلقت له ويستخدم الأنف لغير ما خلق له مجنون، فما بالك بمن استخدم الجسم كله لغير ما خلق له. أنت يا فلان جسمك هذا وش قاعد تسوي فيه؟ والله أبشرك اهتمامه بريك دانس. وأنت وش اهتمامك؟ اهتمام السامري. وأنت وش اهتمامك؟ اهتمامك كذا روكي ولا جاز ولا بوني إم ولا ديسكو. سبحان الله، أهذا الجسم خلق لعبادة الله ولا خلق للرقص واللهو والطرب والغفلة؟
من هنا أيها الشباب ينبغي أن نفهم جيدا أن الإنسان أول ما يحتاج إليه أن يعرف أنه خلق لعبادة الله وحده لا شريك له. ولذلك الله جل وعلا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أين العبادة عند كثير من الشباب في الأغاني؟ أين العبادة عند كثير من الشباب في اللهو، في التدخين، في ترك الصلاة، في العبث بالسيارات، في المعاكسة، في نطل الأرقام مثل ما رأيت من مدة كرت بطاقة، زي ما تقول بطاقة يعني شبه البطاقة الرسمية، المهم إلا أنها يعني من زي الكرت الزيارة، كرت اللي يطبع في المطابع مكتوب عليه يرجى من النساء الجميلات مساعدة حامل هذه البطاقة، جمعية المعذبين قسم العشق. وخلف البطاقة يعني عشان أقول لك إلى أي درجة شبابنا أبدعوا في الانحدار. بعض الشباب أبدعوا في البعد عن طاعة الله، أبدعوا في الوقوع في معصية الله، تفننوا في ألوان اللهو والغفلة. وخلف البطاقة وش مكتوب؟ مكتوب الاسم محتار فيكي، محل الالتقاء لحظة التقاء عيني بعينيك، المكان أو السكن أظنه والله المقصبة أصرف لها السكن، لكن مكتوب السكن عالم أحلامنا الفسيح، الأمنية الالتقاء بك. الله 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 الله، شبابنا إلى هالدرجة وقع بهم الأمر؟ شباب آباؤهم وأجدادهم من العلماء الفاتحين، من السلف الصالح، من التابعين، من الصحابة، أهؤلاء يقعون في هذه المنزلقات؟ يا إخوان، من هنا أقول أو من هنا نبدأ: حاول وأنت الحكم. وأقصد بذلك أول ما تجد في كثير من شبابنا اللي تجد عنده انحراف، أو تجد عنده معصية، أو متساهل، تدخين، معاكسات، مغازل بنات، لف ودوران في الأسواق، اختلاس، عبث، مخدرات، أمور، ملاهي، أغاني، وأشياء كثيرة. من أين جاءه هذا الانحراف وجعله يستمر فيه؟ جاءه الشيطان وقال له: شف يا ابو الليد على ما قال، ها؟ جاءه الشيطان وقال: شف، أنت تحلم أو تأمل أن تكون إنسان محترم في المجتمع؟ لا تفكر في هالشيء، لكن شف لك شوية عرابجة وصادقهم وعين من الله خير. يعني بهذا الأسلوب الصريح يأتي الشيطان ويقول للشاب: أنت وجهك تريد أن تكون طالب علم؟ أنت خشك تريد أن تكون مع الدعاة؟ أنت وجهك تريد أن تكون ملتزم؟ يأتيك الشيطان ويتحداك. وإذا جاء الواحد يريد أن يصلي، جلس الشيطان على صدره قال: اجلس، ما أنت بكفو مساجد، خلك للعب والرقص والشغلات هذه. نعم، الشيطان يتحدى، إن الشيطان لكم عدو والعدو يتحدى فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فيا شباب، أول نقطة في سبب انحراف كثير من شبابنا، والله يا بعضهم تلقاه ماسك السيجارة يدخن وما له نفس يدخن، ليش؟ بس جاي الشيطان وقايل له: إنك ما أنت بكفو شيء، أنت ما أنت بقيمة شيء، أنت إنسان تافه، أنت حقير، أنت سافل، أنت ساقط، أزين لك، رح شوف لك شلة طايحة 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 وخلك معها. ومن هنا فعلا تجد بعض شبابنا الله يستر عليهم إذا جاء بعد العصر لبس له ترينج ولبس له فنيلة وحط العصابة الحمراء، منه أبو محجن الثقفي، لا رامبو، ها، حط له ذي ومطلع له ما شاء الله زندن يمشي عليها التيس، وقاعد بسم الله حاط يد على وسط السيارة ويد على الدركسون ومركب مع الشاب وهلم جرى. وكل يوم ترى من شبابنا العجائب والعجب. والله مرة رأيت شاب ليس بعيدا من أعماركم ومعه سيجارة، وكنت طالع من سوبر ماركت، يعني أحس إنه قروي تدخين توه طايح، إيه ماسكها مرة أنت روحت كذا، مرة أنت روحت كذا، ما هو بعارف يمسك السيجارة. المهم جيته قلت له: يا أخي الحبيب، يا أخي الغالي، يا الحبيب، والله إنها السيجارة مهي بكفو، إنها تلمس شفتيك التي تنطق بلا إله إلا الله. السيجارة النجسة هذه والله ليست كفو أن تقف على فمك الذي ينطق بالوحدانية وشهادة أن لا إله إلا الله. يا أخي الحبيب، أنت إنسان كرمك الله، أبوك وجدك آدم، أسجد الله الملائكة لجدك آدم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا،
يعني أبونا آدم من كرامتنا على الله أن الله جعل الملائكة تسجد له. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، يعني الله فضلنا ونحن نختار الهوان، الله أكرمنا ونحن نختار السفالة. لماذا؟ لأن كثيرا من شبابنا يظن أنه لا يفلح ولا ينفع شيئا أبدا. وإذا أردتم أن أقنعكم وأبرهن وأثبت لكم أن شبابنا بفضل الله وأنتم أنتم منهم فيهم خير عظيم، اسألوني عمن رأيت في أفغانستان. رأيت شباب قادوا ودخلوا معارك ضد الشيوعيين، أحدهم يحلف بالله يقول لم يكن لي هم إلا الطماط والبيض، وإذا شفت سيارة فيها عمال طخ في القزازة ويقعد مساكينها، يروح يمين يروح يسار إلين يوقف على أول صبة. يعني شقاوة. طبعا ما تروحون تطبقونها تروحون تشترون بيض، لا بعيدة إن شاء الله، بس أقول لك من شقاوته ما كان له هم، عفريت شقي شقي جدا. لما جاء أحد إخوانه الدعاة إلى الله وقال له يا أخي الحبيب، الله خلقك عشان تشتري بيض وتفقش في وجوه الناس؟ ولا خلقك عشان تأخذ الطماط وتحطها على قزاز السيارات؟ ولا خلقك عشان تعاكس وتغازل؟ وأهداه كتيبة وأهداه، ثم فتح الله قلبه للجهاد وسافر إلى أفغانستان وأصبح قائدا من قادة المجاهدين. وهذا الشاب بيده ذبح عدد من الشيوعيين على الطريقة الإسلامية، ذبح عدد من الشيوعيين على الطريقة الإسلامية. وقديما كان من أهل المخدرات، وقديما كان من أهل الفساد. يعني لا يأتيك الشيطان يقول شف تراك الحين سربوت سرسري داشر، ما عاد أمل فيك أن تستقيم أو تكون داعية أو قائد أو مجاهد. لا، ابعد هذا الظنون وهذه العبث الشيطاني الذي يزخرف لك، لكن حاول امشي خطوة إلى الأمام وستجد نفسك قادر. لا تقل لا أستطيع، حاول. لا تقل لا أعرف، جرب وستجد النتيجة وأنت الحكم. شاب آخر يحدثني أحد المشايخ وكان معي في رحلة ذات مرة في أفغانستان، يقول الشباب رايحين الجبهة من جبهات القتال، فوجدت شاب يسبقونه وهو ينتفض. فيقول لحقته، قلت وش بلاك ما تمشي معهم زين، ليش أنت متأخر عن القافلة؟ قال أسأل الله أن الله يغفر لي ويتوب علي، أنا وضعي لا يستطيع أني يعني أمشي بسرعة. ويتنهد ويتزفر زفرات وأنات وآهات. قال ليش يا أخي؟ قال أنا والله كنت في سجون الأمل، كنت في المخدرات، ما في نوع من أنواعها إلا فعلته وجربته، ولما من الله علي وتاب ما وجدت مجال أستطيع أن أنشغل فيه عن جلساء السوء إلا إيش؟ إلا الجهاد في سبيل الله. فذهبت أجاهد في سبيل الله حتى يتوب الله علي وحتى أبتعد من قرناء السوء. قال فقلت الله أكبر، بالأمس كان في سجون المخدرات والآن على قمم الهندوكوش في أفغانستان. إذن استطاع الشيطان أن يحقق آماله أمام هذه العزيمة؟ لا، فشل إبليس، فشل الشيطان أمام شاب كانت عزيمته أن يتوب إلى الله وأن يعود إلى الله. وبعدين يا إخواني انظروا الذين أقلعوا في الفن، انظروا الذين أقلعوا في الفن والطرب. منهم من مات خاتمة سوء ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومنهم من تداركته الرحمة فتاب قبل أن يموت. تعرفون فهد بن سعيد أبو خالد ما يحتاج، كما يقول الموت حقه كلنا ذايقين مير البلا من ذاق موت ولا مات. الله أكبر، انعجنا يا أبو خالد، ها؟ الله أكبر. زرته في السجن، في سجن الحائر. ها كيف الحال يا أخ فهد؟ قال والله إني أحمد الله على الساعة اللي وجدت في هذا المكان. ليش أحد يحمد الله على السجن؟ قال نعم، لأني لو استمريت على ما أنا عليه مت كما تموت الحمير. بهذه العبارة يقول مت كما يموت الحمار. وفي كتيب أحضرته هدية لكم، اسمه للشباب فقط، وستجدون في آخر الكتاب فهد بن سعيد يتكلم أو يعترف. وخذوا اقرأوا رسالة صغيرة جدا ما تأخذ منكم شيء، خذوا الكتاب واقرأوه لتسمعوا اعترافات المطربين والفنانين وغيرهم. وجاءنا ذات يوم الأخ فهد نفسه بالمسجد
وألقى كلمة، قلت له تفضل ألقى كلمة. قال أنا ماني بخطيب وما أعرف. قلت ما أبيك تقعد تتفيصح الحين، أبي كلمة لشباب الحي يعرفون أن الإنسان يمكن أن يعود إلى الله، مو بخلاص من مسك عود انحرف إلى جهنم وساءت مصيره، من كل حبة مخدرات انحرف إلى جهنم وساءت مصيره. لا، باب التوبة مفتوح، حتى وإن فعل الفاحشة، حتى وإن وقع في اللواط، حتى وإن شرب الدخان، حتى وإن أكل المخدرات، إذا تاب وعاد إلى الله عودة صادقة فإن الله يقبل منه. الحاصل الأخ فهد قام وصلى معنا العشاء، وبعد الصلاة وقف وقال يا أخوان أنا أخوكم في الله فهد بن سعيد، كنت فنانا كنت مطربا وتاب الله تبت إلى الله وأسأل الله أن يتوب علي، ولي طلب واحد منكم. ما هو طلبي؟ أن من كان عنده شريط للفنان فهد بن سعيد أن يتوب إلى الله ويمسحه ويضع عليه خطبة أو محاضرة أو أناشيد إسلامية أو شيء بعيد عن المعصية. يعني إذن لا يتوقع الواحد أنه إذا وقع في شيء يصعب عليه أو مستحيل أن يتوب منه، لا. مثل ما يقول لك شاب مرة في الحارة قديما، كنت ماروي له قاعد إلا في عائلة ويدخن، قلت أفا يوسف هذا وانت ولد حمولة؟ قال ما أقدر أبطله. والظاهر أنه ماسك السيجارة مقلوبة، ما أقدر أبطله، ما بعد دخن سيجارتين يقول ما أقدر أبطله. يعني الشيطان يجعل يغرس يعمق، يجعل في قلبك، يعمق في قلبك أنك إذا وقعت في شيء لا تستطيع تبطله. في الدخان ما أقدر أبطله، فاحشة ما أقدر أبطلها، ما أقدر أصبر عنها، مخدرات ما أقدر أخليها، غنى ما أقدر أخليه. إيش الكلام هذا؟ أنا أعطيكم سؤال الآن، كثير من الشباب اللي يدخنون وغالبيتهم يصومون رمضان ولا ما يصومون؟ يصومون، يصومون شهر رمضان. صح في بعضهم لا يصوم، بس هذا مو بذنبه فقط تدخين، تجد عنده ذنوب أخرى. لكن الذين يدخنون بعضهم أو كثير كثير جدا منهم يصومون رمضان. طيب، لأنه يعرف أن عزيمته وإرادته وقلبه صمم على أن يمسك عن الطعام والشراب من الفجر إلى المغرب، هل يأتيه الشيطان الظهر يقول خذ سيجارة؟ لا، حتى وإن كان يدخن، لأن عنده عزيمة وإرادة. يعني الخط مقفول، مغلق الطريق، أغلق الطريق على الشيطان أن يأتيه من الفجر إلى المغرب، ما في أمل أن يأكل أو يشرب أو يدخن. لماذا؟ لأن عزيمته عزمت وصممت اتباعا للصيام ألا يذوق طعاما ولا شرابا ولا غير ذلك منذ الفجر إلى المغرب. طيب، دل هذا على أن الإنسان إذا عزم على شيء عزيمة قوية استطاع أن ينشغل عنه، استطاع أن يتركه، لكن في الأيام الأخرى يقول ما أقدر أبطله. مو بصحيح، تأتي في يوم من أيام الفطر، من أيام شوال أو أي شهر، وتقول لها يا أخي ليش تدخن؟ يقول ما أقدر أبطله. طيب، إيش اللي خلاك تتوقف عنه من الفجر إلى المغرب؟ ما الذي تركك تخلاك توقف عنه من الفجر إلى المغرب في رمضان؟ نعم، الذي تركك لأن عندك عزيمة جادة صادقة أن لا تأكل ولا تذوق حراما ولا شرابا ولا غير ذلك. إذن أيها الأحبة، لا يمكن أن نصدق مسألة أن الإنسان ما يقدر يبطل معصية، هذا ليس بصحيح أبدا. قضية أنك ما تقدر تبطل، والله تعظيما لله، في بيت الله اتصل بشاب قبل أيام، قال فلان، قلت نعم، قال يا شيخ معك وقت تسمع مني؟ قلت معي وقت، تفضل. قال والله أنا مبتلى باللواط وما أقدر أبطله وما أقدر أتركه، وكل ما وقفت رجعت ثاني مرة، وعندي مجلات وعندي أفلام خليعة وعندي وعندي، وأنا أبتوب وأنا بستقيم وأنا وأنا. قلت له أنت جاد ولا توسع صدرك بهالمكالمة؟ قال والله أني جاد وأنا أبغى أتوب يا شيخ. قلت له إذا أبشر والحمد لله إن الله جل وعلا ما قبض روحك وتوفاك وأنت تفعل فاحشة. والشعوركم يا أخوان لو هذا الشاب الذي يتكلم جاءت الملائكة وقبضت روحه وهو يفعل الفاحشة بآخر،
أو شعوركم لو أن الملائكة قبضت روحه وهو تحت وطأة السكر والمخدرات، أو شعوركم لو الملائكة قبضت روحه وهو معلي السيارة على آخر موسيقى غربية ولا مايكل جاكسون وطاير لا صلى ولا طاع الله ذاك اليوم ثم مات على شر حاله، كيف يكون حاله؟ يبعث الناس يوم القيامة على ما ماتوا عليه. إذا تموت ساجد تبعث يوم القيامة ساجد، إذا تموت ملبي في الحج تبعث يوم القيامة ملبي تقول لبيك اللهم لبيك، إذا تموت شهيد تبعث يوم القيامة شهيد، جرحك ينزف دم اللون لون دم والريح ريح مسك، والذي يبعث يموت مرابي يبعث مرابيا تتخبطه الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، الذي يموت سكران يبعث كذلك، الذي يموت زاني يبعث على حاله، الذي يموت على لواط يبعث على حاله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقلت له يا أخي أول شيء احمد الله إن الله ما قبض روحك وأنت تفعل الفاحشة. الشيء الثاني إذا كانك جاد وتريد أن تتوب إلى الله تعال أنا أخوك في الله والله أستر عليك وما أحد يعرف عنك شيء، تعال عندي وجيب أشرطتك وجيب مجلاتك ومشينا نحرقها وندفنها في رمل ما أحد يدري ومتانف فيه ونتوب إلى الله وتصلي ركعتين وأصلي أيضا أنا وأدعو الله لك وأنت تدعو وتستغفر الله وتعاهد الله ألا تعود إلى اللواط وإلى الفواحش وإلى هذه الأمور كلها. قال ما أقدر يا شيخ بشويش. سبحان الله العليم، ايش بشويش؟ تريد ان تتوب صادق جاد؟ تعال هات اشرطتك وهات اللي عندك وتوب الى الله. سليمان ابن داود عليه السلام كان معجب مغرم بالخيل اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، الصافنات الخيل الاصيلة عرضت عليه بالعشي فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي، احببت الخيل حتى توارت بالحجاب يعني الشمس غابت وفاتت الصلاة. ماذا فعل؟ قال بشويش لا، قال ردوها علي جيبوا الخيل ثاني مرة. وطفق مسحا بالسوق والأعناق، أخذ السيف ويعقرها ويذبحها ويقول ادعوا الفقراء يأكلونها، يجوز أكل لحم الخيل، ادعوا الفقراء يأكلونها لأنها أشغلته عن طاعة الله وهي مباحة، نحرها لوجه الله ودعا الفقراء يأكلون لحومها. وهذا شاب نقول له تعال أقبل على الله تب إلى الله جل وعلا، يقول لا يا شيخ بشويش. فقلت لله در أحد الشباب في جدة، وهذا الشاب تعرفونه أو بعضكم يسمع به، هذا اسمه محمد فوزي، تعرفون محمد فوزي أو تسمعون به؟ محمد فوزي الغزالي، هذا صاحب بيت العود السعودي، العود مو بعود الطيب ها؟ لا، عود ب 12 وتر مزدوج ها أو مفرد اللي تبي، المهم هذا الشاب عنده مصنع كامل لصناعة العود وتعليم العزف على الآلات الموسيقية، الكمنجة والمرواز والمخافيز والطيران وسع صدرك. المهم أن الرجل عنده مجموعة للآلات الموسيقية مصنع لهذا. ما الذي يحصل؟ جاء من نصحه، والرجل كان يعني في نفسه كراهية لهالأمر هذا، فلما تاب إلى الله ماذا فعل؟ وهذا الكلام نشر في الجريدة وحضر جمع من العلماء وصور بالفيديو، ولعلنا نرسل للأستاذ شريط الفيديو وتجتمعون وترون فنان لأنه عازف على العود على مستوى رائع ها؟ عازف رهيب ومع ذلك تاب إلى الله وجمع جميع الأعواد اللي عنده، منها جاب لي صور، صلى معي التراويح في رمضان وراني الصور، صور له في العود وصور الأعواد اللي ينتجها، نوع من أنواع العود ب53,000 مطعم بالعاج وأنواع أخرى وآلات موسيقية جابوها كلها جمعوها في سيارة وذهبوا بها في جدة وكسروها وصبوا عليها البنزين وأحرقوها وهو يقول اللهم تب علي اللهم تب علي اللهم تب علي. شوفوا يا إخوان الإقبال على الله سبحانه وتعالى، التوبة الصادقة التي فعلا ما تجعل الإنسان يا شيخ وعد وقال لك إن بنبطل لا يهمك هالشيخ وقال لك إنه بنترك كذا لا يهمك لا تبطل، وإن لم تبطل فيأتيك يوم لا حول ولا قوة إلا بالله تتمنى أنك تبت فلا استطعت. زوروا وأرجو من الأستاذ أن يزور بكم مستشفى النقاهة. إيش هو مستشفى النقاهة؟ شباب في عمر الورود ولكن في لحظة من لحظات الغفلة، في لحظة من لحظات الغفلة أصاب الشيء، ليس كلهم أقول بعضهم
صار له حادث، ربما خرج ذاك اليوم ما صلى الفجر، كانت الموسيقى مطول عليها، ربما كان رايح الفاحشة، ربما كان جاي من شيء وأصابه الحادث، وفي موقع بسيط في آخر الظهر حساس جدا إذا يضرب في الإنسان يصيب الشلل كامل. فتأتي إليهم تجد الواحد متمدد كذا على الفراش ويديه قايلة كذا ويكلمك بإشارات بإشارات، الله أكبر، وين الشباب؟ وين النشاط؟ وين العنفوان؟ وين الحيوية؟ وين القوة؟ في لحظة حادث واحد مقروض قطع الإشارة وتصاقعه وياه وراح بشلل رباعي. طيب هذا خلاص انتهى وضعه، لا حول ولا قوة إلا بالله. الإنسان لا يأمل أو يطيل الأمل أو يسرف في الأمل وهو على معصية، لا، اتق الله وتب إلى الله جل وعلا وانتبه قبل أن يفاجيك الأمل. وإياكم والاستهزاء أو الترهي مثل ما يقول العوام أو السخرية. رجل عنده أموال ولكنه والعياذ بالله مولع بفاحشة اللواط ومولع بأمور كثيرة مما لا ينبغي ذكرها الآن، ما الذي يحصل؟ يقول إن الله يستهزئ، يقول إن الله يقول قد خاب من دساها، يعني اللي معه زينة ويوزيها خاب والعياذ بالله. والله يا أخوان بعد هذه الكلمة أصاب السرطان في كل جسمه خلال 48 ساعة، مع أن السرطان في العادة يأتي في موقع ويأخذ له أسابيع ثم يزداد شوي ويأخذ أسابيع ثم يزداد شوي، لكن لأنه استهزأ على معصية وزائد المعصية استهزاء ولا حول ولا قوة إلا بالله، استهزأ بهذه الآية وجعلها في أمر اللواط الذي شغف به. هو الآن على فراشه بعد أن كان وزنه 80 كيلو من العافية والطول والعرض والنشاط، وزنه الآن 35 كيلو، تشيله بثوبك كذا. إذن يا أحباب متى نتوب إلى الله؟ متى نقبل على الله؟ ألا يكفينا لهوا؟ ألا يكفينا عبثا؟ سمعنا من الأغاني ما الله به عليم، نبيل شعيل، عبد الله رويشد، ماني داري، بشير شنان، وابن سعيد، والرابع والخامس والعاشر، ثم يوم القيامة إذا سئلت ويا عبدي ماذا قدمت؟ مش تقول يا ربي حفظت 4 أغاني لنبيل شعيل، ولا يا ربي غيبت 4 أغاني طلال مداح، ولا يا ربي غيبت كذا لفلان؟ هل تسرك هذه الأغاني عند الله جل وعلا؟ في الدنيا لا تسرك. لو نقول الآن لأحد الشباب ممكن، والآن مع واحد من الشباب يصعد على هذه المنضدة ويسمعنا أغنية نبيل فلان ولا طلال فلان، هل يرضى أن يغني أمامكم؟ لأنه يعرف ما يغني أمام الرجال إلا إنسان مخنث. نعم، الذي يرضى أن يتراقص ويهتز ويطرب هكذا أمام الرجال هذا ناقص الرجولة، ما يرضى. لكن لو نقول فلان تعال اقرأ قول الله جل وعلا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، جاء ووقف بكل عزة وبكل فخر ووقف بطوله وصدح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأخذ يتلو. إذن القرآن عز والدين كرامة والاستقامة شرف، وأما الانحراف فهو خزي وعار ومذلة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأسألكم الآن يا شباب، هل هناك شيء يردكم يمنعكم من أن تكونوا في عداد الصالحين؟ لو فكرنا لوجدنا أن عندنا ذنوب محدودة، سماع ملاهي، سهر، ربما تساهل بالصلوات، ربما وقوع في بعض المعاصي. القضية تريد إرادة قوية، إرادة قوية. فإذا جاء أصحاب السوء وجلساء السوء، ها فلان معنا، كلا والله، تريدون أن تتوبوا إلى الله، تستقيموا إلى الله، تمضوا على نهج الله، فأهلا ومرحبا وحي هلا. أما تريدون والله نروح نطل أرقام ولا نجعص ولا نجدع ولا جيمس بوند ولا 11 ولا 22، تفحيط هذه والله مهيب عندنا. فحينئذ تدخل في سجل التاريخ، تدخل في عداد. الدنيا مليئة بالبشر، لكن من الذي يعد من البشر؟ داعية، عالم، آمر بالمعروف، إمام عادل، عالم عامل، رجل نافع، هؤلاء يعدون عناد. مثل ما يقولون عن واحد قاعد يصلي يوم شاف ناس يناظرونه ويزبط الصلاة ويخشع زين، قال الله أكبر يا أخي شوف فلان هذا خاشع، قال لا هذا وأنا ما توضيت. الحاصل يا أخوان يعني هذا الشاب بالقوة اتعانده ما يقبل أبدا، لا يقبل أبدا.
تجرهم بالمسجد يرفسك برجله ولا يعطيك ما يقيري ولا قدم برا يسار ويدخل المسجد غصب عليك. طيب وإذا قلنا هذا المسجد كم عندكم في الحي من كم عندكم في المسجد من باب؟ قال عندنا والله 3 أبواب المسجد. قلنا بعد بنوسع المسجد ونحط زيادة بيبان، لكن هذا فيلم هندي خذ اسمعه تفرج عليه بعد صلاة العصر بساعة وتلقى هالفيلم الهندي يشد هالمسيكين ويقعد كل شوي يصيح والفيل ما لقمه ويقعد يتابع هالفيلم يأذن المغرب الله أكبر يا أخي الفيل ذي خل أشوف لقمه ولا ما لقاها. المؤذن يؤذن ما راح يصلي ويصلون يتقام الصلاة السلام عليكم ورحمة الله ينتهوا من الصلاة يؤذن العشاء تقام صلاة العشاء يخرجون من الصلاة مع ذلك ما يتحرك يصلي والمقرفونات حقت المسجد على أذانه. لاحظ لما ضربناه وهاجمناه وقلنا ما تروح تصلي قال أصلي غصب عليك وراح، لكن لما قلنا له تفضل هذا المسجد ونفتح لك أبواب للمسجد زيادة لكن تفضل شوف هالفيلم نعم يجلس يتفرج ولا لا. إذا نحن يا شباب مغزوين، الغزو الفكري هذا الذي يجعلنا ننقاد للمنكر وننقاد للمعصية بطريقة خفية. الآن بنت من بنات المسلمين حينما نأتي ونلقاها في الشارع ونجر عباتها ونجر بشتها ونقول تبرجي كوني سافرة كوني منحرفة خلص رقاصة ترضى ولا ما ترضى؟ ما ترضى أبدا. لكن حينما نجيب لها دعاية سلف كريم تلف شعرها يمين يسار دعاية ولا نجيب لها الفتاة المتطورة الفتاة ذات التطور والثقافة تقابل صديقها في الجامعة وتجلس معه في اللوكندا وتحاتيه في الكازينو وتروح وياه ويضرب لها البوري وتطلع البنت المتحجبة اللي داخل البيت تقول أنا وش ناقصني الحين هذه مي بتروح مع زميلها في الجامعة تي تشوف المسلسل في التلفزيون وتعرف وهذه تلبس أي وقت وتطلع ويضرب لها بوري وتطل عليها تقول لها هاي باي وتنطل عليها وردة ها؟ بتقول البنت هذه صحيح تقول أنا وش ناقصني يعني هذه تتمتع بالحرية ومبسوطة وأنا أجلس محرومة. لاحظوا كيف فتبدأ البنت تريد الخروج وتبدأ تخرج سرا وتبدأ يضرب لها البوري وتطلع ولا أقول لك خلينا في السوق إلا أن تلاقى في المستشفى طبعا لأن أبوها لا يرضى لا يأذن بذلك فتبدأ تخطط لأساليب أخرى بحين أننا لو جبناه وقلنا تعالي ادشري انحرفي تبرجي كوني سافرة ترفض لكن نجيب لها أشياء قدام عيونها علشان نقول شوفي المتطورة وانتي متخلفة ناظري هذه حبيبها يرسل لها رسالة ومعها وردة انتي لو يرسلون لك رسالة رجعوها بنعلة أجلاف جافين ما عندهم مشاعر ما عندهم عواطف وش هالأجلاف هذولي. فتبدأ البنت تسوي مقارنة فيا شباب أنا وأنتم ليس فينا شر أصيل نحن أبناء فطرة كل مولود يولد على الفطرة ما فينا واحد مخلوق لكي يكون طبيل ولا رقاص ولا سافل ولا منحرف لا لكن جلساء السوء زائد الغزو الفكري الغزو الفكري يا شباب من خلال المجلة والصحيفة يجعلك تهتم بما ليس كفأ للاهتمام أو بما لا يستحق أو ليس بجدير أن يهتم به. لذلك يا شبابي يا أحبابي يا أبنائي عودة إلى الله توبة إلى الله جل وعلا رجعة إلى الله. كم عرفنا من الشباب المنحرف الذين وقعوا في الفواحش وتابوا إلى الله سألناهم ها كيف وجدت لذة الحياة؟ قال والله ما وجدت اللذة إلا في الطاعة لله سبحانه وتعالى. قبل 3 أيام معي شاب أعرفه كنا في الحارة سوا صديق طفولة ثم تفارقنا وهو ما شاء الله من أسرة ثرية وأعرف عنه ما شاء الله دائم يسافر لبريطانيا وما يحتاج كل دول أوروبا ذي فارها. فقابلته اليومين ولا ما شاء الله ملتحي لحيته إلى هنا وما شاء الله معه سيارة فخمة قلت له هاي أخوي بشر شو أخبارك؟ قال والله يا سعد مرت علينا أيام كنت أصرف يوميا في بريطانيا 6000 ريال يوميا أصرف 6000 ريال أي بنت يجيبونها أي شراب يجيبونها أي شيء يجيبونه. وماذا بعد ذلك؟ قال والله ما لقيت سعادة ما لقيت راحة. الراحة في طاعة الله الراحة في التوبة إلى الله الراحة في الرجوع إلى الله. ولذلك يا أحبابي خذوها قاعدة تريد أن تكون عزيز
تريد أن تكون شخص يعني يعرفك الجيران بمشيك إلى المسجد، بتبكيرك إلى الجماعة، بجلوسك في المسجد للذكر والاستغفار، يعرفك الجيران بالأمور الخيرة، كن ملتزماً مستقيماً. هي مفخرة أن الجيران يعرفون أنك لجها الصبح قعدت تغسل الكفرات بشاهي علشان يصير أسود يلمع، ولا هي مفخرة أنك تغسل الكفر تمسح الجنوط ولا تشحم الجوانب، هذه مفخرة هذه، ولا تشخيص وتقليد ودوران في الشوارع، هذه مين مفخرة؟ المفخرة أن تكون صادق مع الله، المفخرة أن تكون مستقيم، القدرة الرجولة أن الهوى يقول اجلس اشرب تقول لا، افعل لا، الرجولة أن تخالف هواك وأن تعصي نفسك، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وأن تفطمه ينفطم، فخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما ما حضاك النصح فافتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. هذا الكلام يا أخوان خذوه اسمعوه وستذكرون ما أقول لكم، والله ستذكرون هذا الكلام. الإنسان ما يدري متى ينتهي عمره، لكن أسأل الله أن يمد في عمري وعمركم، وتذكروا هذا الكلام بعد 10 سنوات. هل تريد أن تستمر من الآن إلى 5 سنوات قادمة، إلى 10 سنوات قادمة على ما أنت عليه؟ هل تريد أن تستمر على ما أنت عليه؟ لا والله. تريد أن تستمر على لهوك وضلالك وبكتاتك ودخانك وغفلتك؟ طبعا أخاطب بهذا، لا أخص أحدا بعينه، لكن أخاطب من وقع في هذا. هل تريد أن تستمر على هذا؟ الناس يتطورون، اللي حفظ جزء صار يحفظ 4، اللي عرف حديث صار يحفظ 10، اللي قرأ كتاب صار ينتظم في حلقة علم، اللي كان يوما ما عاديا أصبح طالب علم، اللي إنسان كان تافه وما له شغل أصبح ما شاء الله فتح له متجر، فتح له ورشة، فتح له مخرطة، فتح له كذا. وبعدين اعتبروا يا إخوان بأحوال الدنيا للآخرة، منكم من يعرف هذا جيدا، قسم الحدادة والحديد والتلحيم ما تعرفون شيء يوضع مع وش اسمه هذا الصيخ اللي حط مع يقص الحديد، قص يقص الحديد قص. أسألك بالله، هل جسمك يصبر على نار جهنم؟ لهب من النار مع مادة أخرى تحطه على الحديد يقصه قص مثل ما تقص الحمى، هل جسمك يصبر على نار جهنم؟ إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، الله أكبر، سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، جهنم يقال إن الملائكة تمسكها، تكاد تنقض على من كان عاصيا لله غافلا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. هل لك صبر على هذا؟ شاب ذهب يدرس في بريطانيا في دورة لحام، وكان يرى الحديد يوضع في المنطقة ذي قوالب وأصياخ ويطلع مع الجهة الثانية زي الماء يسيل هكذا، يسيل هكذا، فانتفض جسمه، انتفض جسمه مرة، قال هذا الحديد، الحديد الصلب جدا يدخل هكذا في نار الدنيا التي هي جزء من 100 جزء من نار الآخرة، يدخل هكذا قطع ويخرج يسيل زي الماء، فكيف بجسمي؟ هل يصبر على نار جهنم ولا لا؟ هل سألت نفسك هل تصبر على نار جهنم يوم أنك تقول ما أصبر على الدخان، أو ما أصبر عن المعصية، أو ما أصبر عن الفاحشة، أو ما أصبر عن الغفلة واللهو والطرب؟ هل سألت نفسك من الذي ينور قبرك؟ من الذي يجعل قبرك في نور؟ والله يا أحباب لا ينفعك إلا عملك الصالح. الآن مقبرة العود، شفتوا هالبشت الزين وهالتشخيصات ما شاء الله هالبدل الزينة. الآن الواحد لو يجي جرو سلب الله يعزكم، يبي يجلس على ثوبك ولا بيجلس عندك ترضى؟ طبعا ما ترضى، نجاسة. لكن الآن التلابه في مقبرة العود، تخير تجلس على قبر أي واحد، أطلق واحد في المقبرة وأصغر واحد في المقبرة، الكلب يربض على قبره ويبول على قبره. كلابة تخير، درجة أولى، سياحية، خط عام، تختار اللي تبي وتجلس. أقول هذا الكلام لأن حياتك ليست بشيء، حياتك ليست بشيء، الحياة الحقيقية هي حياة الدوام والسعادة، حياة الآخرة. أما الدنيا فحتى لو قدر لك فيها الحياة ماذا بعد ذلك؟ فجأة وتكون في عداد الأموات، سواء الآن أو بعد آن، ثم ما الذي ينفعك؟ ما الذي ينفعك؟ يوم يفر المرء من أخيه، يوم القيامة أحد ينفع أحد؟ تقول عائشة يا رسول الله
الرجال والنساء عراة ينظر بعضهم إلى بعض. قال الرسول يا عائشة اللهم صل وسلم عليه، يا عائشة الأمر أعظم وأكبر من ذلك، يا عائشة الأمر أكبر من ذلك، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لاحظوا ميمت، تذكروا ميمتك، تجيك يوم القيامة تقول يا ولدي يا ولدي حملتك 9 أشهر كرها ثقل، ووضعتك كرها ألم، وأزلت الأذى بيدي عنك، تنظفك وتقلبك وتتلذذ وهي تضحك، تشيل الوسخ منك في طفولتك وأمك تضحك، ما تكره هذا الشيء، ما تتقزز، وجعلت ثدي لك سقاء وجوفي لك حواء، يا ولدي حسنة، الموازين تطيش والصحف تتطاير، يا ولدي حسنة أثقل بها ميزاني. فتقول أمي إليك عني إليك عني، ما أحد يلتفت لحد. الرسول يقول يا فاطمة بنت محمد اسأليني من مالي ما شئت، لا أملك لك من الله شيئا، يوم القيامة ما ينفع أحد أحد، اسأليني من مالي ما شئت لا أملك لك من الله شيئا. فأنت يا أخي تيجي أمامك تقول يا ولدي حسنة، تقول يا أمامك توكلي على الله، وقال كل خليل كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول. فيا أحبابي هل نعود إلى الله؟ هل نتوب إلى الله؟ هل نجرب؟ حاول، افعل خطوة إلى الأمام، وستجد النتيجة، الراحة، الطمأنينة، السعادة، جلساء الخير. ثم الخير لا يكلفك، بعض الناس يتوقع أنه إذا التزم وتاب واستقام أولاً يحتاج أن يذهب يفصل ثوب فوق الركبة، ثانياً يحتاج أن يخرب المرزام، ثالثاً يضع الغترة هكذا، رابعاً يجيب مسواك هذا طوله. يتوقع أن الدين هكذا. كثير من الشباب الذي يجعلهم ينصرفون عن الاستقامة ولا يلتزمون يتصور أنه لازم يصير معقد، لازم يصير معقد، إذا ضحك الناس قال لا يريد أن يبتسم معهم، يظنون أن الابتسامة مثل ما يقول عند المطاوع حرام. واحد من الشباب يقول كنا نطلع نلعب كورة مع شباب طيبين، كل واحد يجيب تكميلته وعندنا قدد جاهزة وشباك، ونجلس نلعب العصر، وربما شربنا شاهي لين يبرد الوقت شوي، ولعبنا العصر، وبعد المغرب نمسك كتاب رياض الصالحين ولا أحد الكتب النافعة فنقرأ ونستفيد. يقول في يوم من الأيام طلع معنا شاب ما شاء الله ذكرتي على كيفك، قلنا له تعال معنا وجاء. يقول يوم طلعنا وليه مستغرب مثل اللي داخل حديقة حيوان، ما يدري شو يشوف. المهم لما يقول جينا ولا الوقت مصيف، قلنا يلا يا شباب بسرعة عطونا الكرة والقدد منصوبة والشباك جاهزة، فرق يا فلان فرق. يقول والله يوم شوي ولا كل واحد لابس التكميلة ولابس بدلته والبوت، ودقينا الكرة. قال مسكني قال يا أخي الحين المطاوعة يلعبون كرة؟ قال إيه، وش إنك شايف؟ وش تتوقع يعني؟ قال والله أحس بكم لين طلعتوا للبر كل اثنين يقعدون عند كفر ويصيحون. يعني يتوقعون أن المطاوعة ناس معقدين، كأنهم ناس معقدين جدا، بالعكس والله المزاح واللهو البريء والمراح، وإذا جاءت العبادة التبكير للصلاة، وإذا وقف الإنسان وقف وقفة الخاشع، وإذا جلس يصلي تلذذ بالصلاة، وإذا استجد الإيثار فلان وش تحتاج فلان وش تبي، تجد إخوانك يخدمونك في الله. يأتينا الشاب عنده مشكلة معينة، أول ما تنظر هل هو يصلي الفجر؟ هل هو شاب ملتزم؟ إيش مشكلتك؟ مساعدة زواج؟ يساعد. إيش عندك؟ عليك مصيبة؟ ربما يساعد. يحتاج فزعة؟ يتقطول زملاء؟ لا يريدون شيء، يريدون وجه الله جل وعلا. ليش؟ لأننا نتفاضل فيما بيننا بالتقوى. الألوان، الأجسام، الطول، العرض، القبيلة، النسب، الشرف، هذه كلها حطها تحت رجلك، كلها حطها تحت رجلك. والله بعضنا يفضل بعضا بالعبادة والتقوى. بلال بن رباح عبد حبشي، يقول الرسول يا بلال إني أسمع صوتا عليك في الجنة، وأبو لهب أشرف قريش تبت يدا أبي لهب وتب في النار. الله أكبر، هذا الدين الذي يشرفك لا بلونك ولا بطولك ولا بعرضك ولا قبيلتك ولا حسبك ولا نسبك، يشرفك بالتقوى، يشرفك بالإقبال والإقدام على الله جل وعلا. من هنا أيها الإخوة
ينبغي أن نتدارك هذا الأمر. عودوا إلى الله، توبوا إلى الله، حاولوا أن تستقيموا، اتركوا المعصية، اتركوا المصيبة، قرناء السوء. قل أسألك بالله، إذا جعلت في قبري ماذا تفعل لي؟ تدعو لي بظهر الغيب؟ تضحي عني يوم القيامة؟ هل أفتخر بك وأقول يا ربي هذا أحبه في الله؟ لا، عرفت في حمام ولا في صندقة ولا في سيارات ولا دجاج ولا مصيبة ولا معصية. لكن المتحابون بجلال الله في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. إن يوم القيامة أناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء بمنزلتهم من الله. قيل من هم يا رسول الله؟ قال المتحابون في الله. مو بالمتحابون في النصر والهلال، المتحابون في الله. إذا حب بعضهم بعضا في الله ولله ولعبادة الله نفعتهم هذه المحبة. أما إذا كانت الصداقة في الدنيا على المعصية والتقصير، أرجو أن يكون هذا الكلام رسالة صريحة من القلب إلى القلب، رسالة أخوية. وأتشرف بزيارة كل واحد منكم وبرؤية كل واحد منكم، عسى أن نكون يعني أتعرف عليه يعرفني وأعرفه، لتكون أخوة في الله ومحبة في الله وعونا على التوبة وترك المعاصي إلى غير رجعة. أسأل الله أن يهديني وإياكم. اللهم ثبت هذه الوجوه، اللهم أصلحها، اللهم اهدها، اللهم حبب إليها الطاعة وكره إليها المعصية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقول شكر الله للشيخ هذه الكلمات القلبية، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تصل إلى قلوبنا وأن يوفقنا وإياكم لأن تترجم إلى واقع عملي. وكما ذكر الشيخ في مقدمة هذا الحديث، نعم هذا اللقاء كنا نعتركه في المنام ونعتركه أيضا في استيقاظنا، وكنا نتمنى لقاء الشيخ منذ فترة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الخطوات. وكثير من الأسئلة الحقيقة تقدم أسئلتها بقوله إني أحبك في الله يا شيخ، وكثير منهم يقول يا ليتك تعاود الكرة بعد الكرة لنلتقي بك ونلتقي ببقية الدعاء الذين ينيرون لنا الطريق بإذن من الله سبحانه وتعالى. حتى لا نطيل عليكم ونأخذ من وقت فسحة الطعام والغداء فيحصل الاحتجاج من المطعم أو إلى آخره، نقول نأخذ بعض الأسئلة ثم نصلي. ولعل من هذه الأسئلة سائل يقول فضيلة الشيخ سعد البريك حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أهلا وسهلا بك في لقاء الخير والمحبة، ومرحبا بك في هذا الصرح الشامخ مركز التدريب المهني الأول بالرياض وبين أبنائك الطلبة. سؤالي هو أعمل الصالحات دائما، ولكن الشيطان يغلبني أحيانا في فعل بعض المعاصي، علما أنني أنصح غيري بأن يتركوا مثل هذه المعاصي، اختصارا إذا خلوت بمحارم الله انتهكتها، فما توجيهكم لهذا؟ والله يا أحباب، ينبغي للمسلم أن يكون صادقا مع الله في سره وعلنه. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي الحديث إن رجالا يأتون يوم القيامة بأعمال وصلاة وصيام كالجبال يجعلها الله هباء منثورا. أما إنهم يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ولهم من الليل مثل ما لكم؟ فارتاع الصحابة، قالوا من هم يا رسول الله؟ صفهم، جلهم لنا. فقال إنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يعني تلقى الواحد قدام الناس رجال، وإلى خلا والعياذ بالله بمحارم الله، ولا هو وصديق الله ولا ربع الله، وقعوا في المحارم من أولها إلى آخرها. فهذا يوم القيامة ربما تكون أعماله هباء منثورا. فينبغي للمسلم أن يصدق مع الله جل وعلا. ثم ماذا بعد ذلك يا أخي؟ إيش هذه المحرمات التي تغلب؟ يعني الحلال ضاق حتى لا تجد سبيل إلا في الحرام؟
يعني بعض الناس يقول لك والله أشتهي آكل خنزير ولا أشرب خمر، يعني ما في لحم ما في سمك ما في دجاج، يعني كل الطيبات والمباحات ضاقت نفسك بها ذرعا ولم تشتهي إلا الحرام، كل جميع أنواع العصيرات والفواكه الطازجة وغيرها كلها ما اشتهتها نفسك ولم تشتهي إلا هذا الحرام، كذلك بقية الأعمال. ثم يا شباب أنصحكم، وهذا دليل الفحولة والرجولة، أنصحكم بالزواج. يا معاشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وخلك من الكلام، أسس مستقبلك. إيش هالمستقبل هذا؟ أخاف أموت ما أسسته. صحيح والله، إذا الشاب يجد في نفسه القوة والاندفاع وتجده يكابد، خلونا صريحين، إذا جاء في هالليل قام يتقلب، مرة الوسادة تحتها مرة فوقها، ومرة يمين ومرة يسار، والعياذ بالله، وتجده طايح بهالعادة السرية، وعيونه أعوذ بالله في الأفلام الخليعة وفي المجلات وفي صور النساء، وربما وقع في الفواحش أو لواط أو. يا أخي الحبيب، ليش ما تتزوج؟ ليش ما تتزوج؟ يسر الله لك سبحانه وتعالى الزواج، وتنستر وتغض بصرك وتحسن فرجك، وهذا خير لك. افرض والعياذ بالله، يعني ما أحد درى عنك، أليس الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ ما وجهك أمام الله جل وعلا وأن تفعل هذه الفاحشة؟ أو إذا قبض على الإنسان، تعرفون حد اللواط، القتل ولا حول إلا بالله، والمعاصي ما تأتي جميع. الحين اللي يريد أن يفعل فاحشة، من أول ما يشوف شيء يقول بسم الله، يفسخ ثوبه يفحل، لا، شوي شوي، نظرة فابتسامة. الله جل وعلا أباح لي الزواج، أتزوج؟ بعدين هؤلاء الذين أشغلون بقضية وماذا تفعل وكيف تصرف على الزوجة، وانت بتحطها ديانة سبنسر ولا ليدي ديانة؟ بنت من بنات المسلمين، من جماعتك، من حمولتك، من ربعك، تزوجها وربي يستر عليك وعليها. وثلاثة كما في الحديث، ثلاثة حق على الله عونهم، عونهم يعني الله إذا أعانك هل ستكون فقير؟ لا. إذا أعانك الله هل ستكون محتاج ذليل؟ لا. الناكح يريد العفاف. والله كم عرفت من الشباب فقراء مساكين، قيمة البنزين ما يفي مخباه، بنزين الدباب مو بنزين السيكل، بنزين السيارة لا، بنزين دباب ما يلقاه أحيانا، ولما تزوج فتح الله عليها الرزق وفتح بيت وأصبح معروف ويعزم ويخالط ورجال ومرجلة وعلوم الغانم. ليش؟ لأن أراد أن يعف نفسه بالحلال. قال الإمام أحمد، يستدين يعني تسلف ويقضي الله عنه. فلا بد يا شباب، إذا كان الإنسان يعاني من مشكلة الجنس والغريزة الجنسية، بعض الشباب ما شاء الله تجد عنده قدرة، إذا وجد من نفسه بداية ميل للجنس وما الجنس، فورا مسك كتاب، أخذ يقرأ، أخذ يسمع محاضرة، شريط، زار أخله في الله، ذهب إلى مكتبة خيرية في المسجد، ذهب إلى مكان يحاول أن يبعد نفسه، لأن ترى الجنس، بعض الناس يقول لك أنا دائم مشغول بالجنس وأنا مبتلى بالعادة السرية وأنا 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 وأنا. أنا أعطيك الجواب بسهولة، ليش تبتلى بالعادة السرية؟ لأنك إذا جلست غمضت عيونك وفتحت الشاشة حقت عقلك وتتخيل رجل وامرأة وتتخيل كذا وتتخيل كذا وتتخيل كذا، ثم نتيجة التخيل تشب وتتأجج الغريزة، ثم لا يجد بعضهم لها طريقا إلا العادة والعياذ بالله. لكن الذي لا يحاول أن يتخيل ويصرف نفسه عن هذا الأمر ويحاول أن ينشغل عنه، بإذن الله جل وعلا يستطيع أن يسلك وأن يستمر دون الوقوع في هذا. فإذا وجدت نفسك تغالبك، ها، إذا وجدت نفسك تغالبك فابحث وتزوج، وستجد من يزوجك بإذن الله جل وعلا، بشرط ما تتشرط. يجيبون لك واحدة تقول لا أبي شمحوطة، يجيبون لك ذي تقول هذه قصيرة لو تمشي على مطب صناعي حكت، يجيبون لك ثانية تقول لا هذه دبة هذه عصلة. لا يا أخي، تريد إنك تريد العفاف، تزوج ولو أكبر منك بأربع سنوات بخمس سنوات، إيش المانع؟ قد الرسول ألم يتزوج خديجة وعمرها 40 سنة؟ إذا ليس عيب ما دامك تريد أن تكون عفيفا سليما من الزنا والفاحشة. نعم. أيضا هذا يتحدث عما ذكره الشيخ عن أبو خالد فهد بن سعيد، يقول
كثير من الشباب والمعجبين بفهد بن سعيد يقولون إذا تاب فهد بن سعيد سوف نتوب. أجيبه لكم في ذا. فإذا الشيخ يقول يعني كما ذكر هم يقولون كما يقول السائل تاب الآن فهد، فهل تابوا هؤلاء لم يتوبوا؟ لعل يعني بعض الناس ما يصدق. أنا أذكر مرة كان عندي محاضرة في سجن المنطقة الشرقية في الدمام، وكنت يعني أضرب المثال لبعض المساجين وقلت يعني إن فهد بن سعيد تاب والله. قال واحد ما صدق. قلت طيب تعال اشفه، ما أروح أحنطه لك وأجيبه لك في تمثال؟ هذا مو صحيح، لكن أنت اسمع منه، اقرأ عنه، انظر مقابلته في الجرائد، ومستعدين يوم من الأيام نجيبه إذا كان الشباب مستعدين، ونجيب بشير شنان ولا ذاك مات. طيب المرحوم بشير. نعم تفضل. أيضا هذا يقول يا شيخ أحسن الله إليك، إني مبتلى في تعاطي المخدرات، لا حول ولا قوة، علما أنني قد تركتها ورجعت إليها، أرجو من سماحتكم إرشادي والدعوة لي بالهداية وإرشادي بأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تكون رادعة لي. والله يا أخي الكريم، المخدرات بدايتها شهوة وآخرها مصيبة. وأعطيكم قصة واقعية، كنت ذات يوم في محكمة، في المحكمة عند أحد القضاة صديق لي، فجاءت امرأة عجوز كبيرة متلفلفة بشيتها وترددت وراحت ودخلت وراحت ودخلت، فسألت الشيخ قلت يا شيخ هالحرمة هذه اللي ترددت عليكم في المكتب وش مشكلتها؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت وش صاير عليها؟ قال هذه كان عندها ولد يتعاطى المخدرات، وإذا سكر جاء عند أمه أعطيني فلوس، أعطيني دراهم، أعطيني فلوس، ويبدأ يلغى ويهددها، وتحت الخوف تقوم تطلع مفتاح صناديقها وتفتح وتعطيه فلوس. مرة أخرى يأتي يهددها معها السكين. يمه هي ظنت إنه يوم شافت السكين معه قالت أكيد تبي فلوس يا ولدي، أبعطيك أبعطيك، خائفة. وهذه نتيجة الخوف، إذا خافت الأم وخاف الأب على ولدهم ولم يبلغوا عنه ينقلب نقمة عليهم، لأن إذا بلغوا عنه صار سبب في علاجه. الحاصل هي ظنت أنه يريد إيش؟ يريد فلوس. قال يلا ارقدي على الفراش يا ولدي ما يصير، وتحت وطأة السكين فعل وزنا بأمه. والله الذي لا إله إلا هو، قضية واقعة في المحكمة، والقاضي أعرفه شخصيا قال فحضرنا الولد وشكلنا مجلس قضاء مشترك وحكمنا على الولد بالقتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من وقع على ذات محرم فاقتلوه. فيا أخي المخدرات، بعض الناس يقول لك لا أنا أشرب بمقياس ما أضيع. ما في شيء اسمه ما أضيع، تأتيك لحظة من اللحظات تضيع، وربما وقعت فيما هو شر من هذا. فيا أحبابي ويا إخواني، العودة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى هي النجاة، لأن الإنسان لا تقول والله شوف أنا لاني بشارب مخدرات بس ماني بصاير مطوع، أبا أصير في الوسط. ما في شيء اسمه وسط، الآن المعاصي في كل طريق في كل منحى، أينما اتجهت تجد ما يدفعك إلى المعصية. فإما أن تصدق مع الله وتستقيم مع الله بصدق، وإما أن تنحرف انحرافا ولا حول ولا قوة إلا بالله فتكون الهاوية إلى مثل هذه الفواحش والآثام. نعم. هذا أيضا آخر يقول في مجالسنا مجالس الشباب البعض منا يتحدث عن رجال الهيئة الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر حديث العداء وتصيد العيوب، فهل لا تحدثتم عن حقوقهم وعن موقفنا من هؤلاء الذين يتحدثون عنهم؟ والله يا أخوان الكلام عن رجال الهيئة كلام يعني طويل جدا جدا، وحسبنا من هؤلاء الشباب أنهم يقومون بعمل حساس وخطير جدا جدا، والواحد منهم تلقى راتبه 1700 ريال 1800 ريال، يعني مداهمة بيوت، مداهمة أماكن دعارة، مداهمة مخدرات، مداهمة فواحش، ربما يقبضون على هذا مركب له بنت إركاب خلوة محرمة وهل مجرة. فهؤلاء اللي يتعبون أخيرا لا يجدون منا حتى لو كلمة شكر، حتى لو كلمة دعاء. يمكن واحد يغلط، أنا ما أقول لك كلهم ملائكة رجال هيئة، لكن سؤال، إذا يغلط واحد من رجال المرور نستغني عن المرور كله؟
ها؟ لا مو صحيح. طيب طبيب من الأطباء أخطأ وغلط، ما عاد نسوي مستشفيات ولا أطباء، نستغني عن الطب؟ لا. رجل من رجال الشرطة أخطأ، نستغني عن الأمن العام؟ لا. كذلك لو أخطأ أحد رجال الهيئة مثلا جدلا، لو أخطأ لا يعني ذلك أن نجعل الكلام في الهيئات، والله لقيت واحد مطوع جر له واحد مسكين وسوابة وسوابة، وتلقى القصة كلها أرانب وحوت من أولها لآخرها، يعني نصب في نصب. فلا تصدقوا. بعدين يا إخوان قد يقودك الكلام هذا إلى السخرية والاستهزاء برجال الهيئة، والأمر خطير جدا. أيضا هذا سائل يقول: يا شيخ سعد إني أحبك في الله، أحبك الله، ماذا تقول في الشباب الذين يعملون تسريحات الشعر ويتشبهون بغير المسلمين، خاصة أنهم كثروا بعد أحداث الخليج؟ والله يا أحبابي ويا أخواني، الرجل لا يمدح بشعره ولا يمدح بلونه ولا يمدح بطوله أو بقصره. ترى الرجل النحيل فتزدريه وفي أثوابه أسد هصور. ويؤسفنا جدا أن نقول إن الشاب الذي يبالغ أو يعتني بتسريحة الشعر قصة الأسد أو قصة حرب الخليج ولا قصة عاصفة الصحراء ولا قصة ما أدري شو اسمها هذه مادونا، ها، هذه حقيقة ما هي رجولة إطلاقا ولا هي بعقل إطلاقا. والشاب فخره برجولته، فعيب على رجل فضله الله. الرجال قوامون، وليس الذكر كالأنثى، يكرمه الله جل وعلا ثم يحاول أن يقلد قصة. أنا من مدة شفت لي قصة عجيبة ما شفتها، واحد هذا كله محلوق وإذا طاير كذا دار ما دار. أذكر أني شفت في المنطقة الشرقية في قاعدة الظهران أمريكي فعلا راسة إنه مكنسة، إيه صح. فهذا يعني نتيجة يعني أيام بسيطة جاءنا شيء غريب على مجتمعنا، قلدنا بهالسرعة ذي. أين الأصالة؟ أين العقل؟ وللأسف التقليد. أذكر من مدة في الكلية أدرس، أنا في الكلية عندنا طلاب، فجأة صارت القاعة كلها أكوات مكفوتة. سبحان وين جتنا هالقاعة؟ أثر القضية تقليد إيطالي نقل إلى أمريكا وجاءنا من أمريكا فورا، يعني عندنا استعداد للتقليد عجيب جدا. طلع في أمريكا مستنج مكشوف، لقيته عندنا مستنج مكشوف، وهلم جرى. يعني عندنا حب للتقليد عجيب. وبالمناسبة صفة التقليد والترداد هي صفة القرود والببغاوات. فالإنسان يتصف بالاستقلالية، الإنسان يتصف بالاستقلالية والرجولة ويفتخر بهذا. مرة كنا في أحد الفنادق في جدة مع أحد الأصدقاء، ف الشكوى الله لهم راضين نجيب تسولة وتريس ندخلها في الحجرة عشان نطبخ عليها شاي ولا ناكل. المهم نزلنا المطبخ، وليس عيبا إذا كان الإنسان في يعني محتشم وما عندها. المهم فطلبنا تخابر جاك شو اسمه اللي يسمونه الجرسون وذا، وجاب لنا ملف كتاب ما شاء الله أحسبه بيسجل عندنا في الكلية، إذر فيها أسماء الأطعمة. المهم وش تبي كذا كذا كذا، شوربة خيار سلطات. أنا جاب الأكل، أنا بسم الله الرحمن الرحيم قلت إذا بيدي أباكل. قال واحد: تكفى يا أبو عبد الله لا تفشلنا. خير وش سويت؟ أنا والله توقعت إني أخطيت. قال يا أخي شوف الشوكة والملعقة قدامك كلبها. قلت تبيني ألاحق هالزيتونة لين أصل مزفلت؟ يعني لازم، لأن القوم يأكلون بالشوكة والملعقة، لازم آكل زيهم؟ يا أخي أنت رجل فضلك الله بعقيدتك، شرفك الله بدينك، شرفك الله بإسلامك، لماذا تقلد؟ ما أنت ملزوم تقلد. كل بيمينك، كل مما يليك، تعرف تأكل يعني لك رغبة أن تأكل. ما أقول لك الأكل بالشوكة والملعقة حرام، لا، لكن أن أأكل بالشوكة والملعقة علشان أقلد أو أستحي أأكل بيميني، لا والله، بل أتشرف. مثل ما قال أحد العلماء، يقال كان في بريطانيا، فقال الجرسون: ليش تأكل يا أستاذ أو يا شيخ بتأكل بيدك وهذه ملاعق منظفة؟ فقال له: كم تنظفون الملعقة يوميا؟ قال: ننظفها يوميا مرة واحدة ونقدمها. قالوا: كم يأكل فيها من زبون؟ قال: كل زبون يأتي يأكل وننظفها بعده. قالوا: أنت تغسل وجهك يوميا كم؟ قال: إذا قمت الصباح. قال: أنا أتوضأ يومياً 5 مرات، يدي ووجهي وجسمي ورجلي، ورجلي أنظف من وجهك وأنظف من ملعقتك. نعم،
صحيح يا أخوان المسلم فضله الله، لكن قضية الانهزام والهوان اللي جعل كثير من الناس يستحون بالدين، الدين عز والله، الدين شرف. أجل يفتخر اللي مغيب له 20 أغنية، ولا يفتخر هل يقلد الناس في كل ما فعلوا وأتوا؟ والله نحن عجيبين. حتى الأطفال الصغار عندنا، مرة رحت ألقي محاضرة في متوسطة، شباب صغيرين أعطيهم من هالقصص والسواليف لعل الله يهديهم، ولا ألقى كلهم كذا، وش هذه يا شباب؟ قالوا بنت البكار. الله أكبر الله أكبر، إي والله. إيش الانهزام هذا؟ إيش التقليد هذا؟ والسبب لأننا لم نتقبل أو نتعود أن نفتخر بعاداتنا، وقبل ذلك بديننا وعقيدتنا وقيمنا وتقاليدنا. الإنسان يفتخر بما عنده، بالعكس تجد كل من سواك في عاداته الهابطة سخيف وتافه، وأنت الشريف العزيز بدين الله جل وعلا. نعم. هذا سائل يسأل، طبعا طرحت مسابقة شهرية عليكم، وكان فيها أسئلة، والبعض يحاول أن يسأل الشيخ حتى يجيب لعله ممنوع يستفيد عادة. وهذا ألح الحقيقة بإلحاح، وحتى أن كاتب تحت أرجو يا أستاذ علي أنه يعرض بقوة، وأيضا سئل الأسبوع الماضي أمام الشيخ خلف. فمع هذا الإلحاح نسأل فقط هذا السؤال، يقول أرجو أن تذكروا لنا من هو الصحابي الذي دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة. هذا في غزوة أحد، أما اسمه فلا يحضرني الآن، ولو حضرني ما علمتك، إلا إن كان نص الجائزة لي تعال علمني. نعم. آخر سؤال لا نطيل عليكم، هو بمناسبة قرب موسم الحج، يقول ما رأيك ببعض الشباب الذين عندهم الاستطاعة بكامل معاني هذه الاستطاعة، ولكنهم تكاسلوا في أداء هذا الركن بحجة أنه سوف يحج إذا تزوج أو إذا صار مستقيما أو إلى آخره؟ تسويف الشاب للحج وتأخيره للحج مع استطاعته عليه خطر. عمر رضي الله عنه قال لقد هممت أن أنظر في هذه الأمصار فمن له جدة ولم يحج أن أضرب عليهم الجزية، ما هم بمسلمين. وفي الحديث الموقوف عن علي أن من مات ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. من استطاع الحج ومات ولم يحج فما عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. والله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والواحد منا يستطيع. يا شباب بادروا بالحج، وليكن حج عبادة، مو بحج استهتار، دوك هذا وتفرج على هذا، وناظر ذا ما يعرف يرجم، وناظر ذا إعلامي، وذا يقع في ذاك وتطيح في الحوض، وذا لا، خلى حج عبادة وعبادة نسك. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. قال أحد الصحابة يا رسول الله أفي كل عام؟ قال لا، لو قلت نعم لوجبت الحج مرة، وما زاد فهو نافلة. فمن لم يحج فعليه أن يبادر بالحج. وأنصحكم إذا كان الإنسان يعني يعرف حملة من الحجاج فيهم عالم أو طلبة علم أو دعاة إلى الله أن يحج معهم، ففي هذا خير عظيم بإذن الله جل وعلا. أحد الإخوة أعطاني السؤال، يقول أعرف شابا مبتلى بالسامري، ويقول هي طبول، وأرجو توجيه كلمة لهذا الشاب. حقيقة يا إخوان الذين عرفناهم ابتلوا بالسامري، يعني حقيقة البلوى خطيرة جدا جدا جدا، البلوى خطيرة. من ناحية ماذا؟ أن الإنسان يفضل يعني يغيب القصائد السامري ها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لو تقول لي اقرأ علينا عما يتساءلون عن النبأ العظيم ما يعرفها، سمع علينا تبارك الذي بيده الملك ما يعرفها، لكن يا حمام من على الغابة ينوحي يشيلها. هذه والله مصيبة، أن يحفظ من القصائد والأغاني الشيء الكثير، فإذا جاء ما يهمه من أمر دينه غفل عنه، ثم إن هذا مدعاة ومشغلة،
في ترك الصلاة وعدم الاهتمام بها والوقوع في المعاصي ومجالسة من لا يسر الإنسان مجالسته، فأسأل الله أن يعافيهم من هذا الابتلاء. وهذا الكتيب الذي يوزع لكم أحد أحبابكم وإخوانكم في الله طلب مني أن أهديه لكل واحد منكم، وعفواً لو تقدمت الأستاذ بهذا. وأيضاً شريط، يعني قال ما دمت تذهب إلى المعهد المهني فأرسل معك رسالة لشباب المعهد لكل طالب من الطلاب، كتيب بعنوان للشباب فقط، فيه ترانزام واقف جنب منارة، وشريط بعنوان الشباب والتجدد. أنصحكم بقراءة الكتاب قراءة جيدة وسماع الشريط لعل الله جل وعلا، أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته واسمه الأعظم أن يكون سبباً في هدايتنا وإياكم إلى طاعته وترك معصيته. فطالبوا بالشريط، يمكن الأستاذ يصرفون الشريط ولا يبيعونه برخص ولا ها، فأنتوا طالبوا بالشريط. نحمد الله سبحانه وتعالى على أن هيأ لنا هذا اللقاء، ثم نشكر الشيخ سعد أبو عبد الله على هذه الجلسة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله دوام التوفيق، كما نسأله أن يبارك في هذه الخطوات، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الجلسة انطلاقة خير لنا ولكم. وإلى الصلاة يرحمكم الله، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 9737. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة للشيخ محمد سليمان المحسني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.